السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب صف الثالث الإعدادي، طلبة الثالثة إعدادي مع وحدة جديدة يونت 2 من وحدات المنهج الجديد لعام 2021-2022. النهاردة بإذن الله هنبدأ في يونت 2 ليتس جو شوبينج، الوحدة الثانية. يلا ننزل نتسوق. الوحدة طبعا خلصنا الوحدة الأولى وعملنا جنرال اكسرسايز أو امتحان، يعني تيست كده، امتحان كبير عليها وحلناه مع بعض. بإذن الله هنخلص الوحدة التانية وبرضو هننزل برضو بشوية مراجعات للوحدتين مع بعض، وهنحاول بقدر الإمكان ان احنا نسرع شوية في المنهج بحيث ان احنا نواكب مع منهج المدرسة. فشد حيلك كده، وعايزك تكون قاعد ذهنك صافي كده ورايق وانت قاعد بتاخد اول ليسون معايا او اول ليسونز معايا. قبل ما نبدأ، لو اول مرة تشوفني فاشترك في القناة وفعل زر الجرس واكتب لي كومنتس تحت بأي حاجة انت محتاجها. لو انت متابعني فشير القناة على كل اصحابك ودفعتك، استفيد وفيد غيرك، مبدأ اللي ماشيين عليه. بتمنى لكم عام موفق بإذن الله، وسلم الله وتوكل على الله. يلا نبدأ مع بعض اول lessons، اول درسين في unit 2 في الوحدة التانية بعنوان let's go shopping، هيا بنا نذهب للتسوق. خلي بالك في العنوان كده حاجة بسيطة عايزة انوه لك ليها. كلمة let's ديت عبارة من عبارات ايه؟ عبارة من عبارات مثلا الاقتراح، يلا بنا. فليتس جي بعدها الفيرب فين؟ الفيرب في المصدر. فادي تريكاية كده خدها معاك كده وانت ماشي قبل ما نبدأ الوحدة. ليتس يجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. ليتس جو شوبينج، هتقولي امال ايه شوبينج اللي اخرها اي ان جي؟ هقول لك ده اسم، الاسم ده بمعنى تسوق. هيا بنا نذهب الى، هيا بنا نذهب الى التسوق. يبقى ده ايه يا شباب؟ يبقى ده ناون، لكن الفيرب الاساسي بتاعي اللي هو مصدر الفعل جو. يلا كده مع بعض، معانا اول ليسونز معايا اللي هي ليسون 1 و 2. طبعا احنا عارفين احنا لما بنبدا الوحده بنبداها بالكيفوكاب، الكلمات الرئيسيه والاساسيه المفتاحيه الاساسيه المفروض انك تحفظها، لان هو لو هيجيب لك جمل اختياري فبيجيب لك من اللي هم الشويه بتوع الكيفوكاب دول. طيب الكلمات الثانيه يا مس، هحفظها ولا سيبها ولا ايه؟ لا انت بتحفظها، هي امبورتنت فوكاب، بتساعدك برضو في دراسه اللغه او في تعلم اللغه، ولكن الكلمات الاساسيه بتاعت المفروض اركز عليها بنسبه 100% هي الكيفوكاب اللي احنا بنقراها مع بعض دلوقتي. فيلا كده اقرا معايا او اقرا ورايا. كافي ماشين، كافي ماشين اللي هي المكنه اللي بتصنع القهوه، يعني مكنه صناعه القهوه، ماكينه كده بنصنع القهوه. كاتل، كاتل طبعا احنا عارفينها كلها الغلايه. مايكرويف، مايكرويف اللي هي المايكرويف او الفرن. توستر، توستر، توستر دي اللي هي المحمصه او اللي هي محمصة خبز كهربائية كده بنعمل فيها الخبز الصغير. advert اعلان، advert اعلان. special اوبر عرض خاص، special اوبر عرض خاص. هقرأهم تاني انجلش بس. coffee machine، coffee machine. kettle، kettle. microwave، microwave. toaster، toaster. advert، advert. special اوبر، special اوبر. بعد كده بيقول لي عندي حاجة اسمها discount، يعني ايه discount؟ يعني تخفيض او خصم، ودي بتسوي كلمة اسمها sale، discount، discount. اتفاق او صفقة deal، اتفاق او صفقة deal. السماعة اللي هي السماعة المكبرة، صوت السماعة الكبيرة دي اسمها speaker، وبرضو speaker تنفع على المتحدث speaker. smart ذكي، smart ذكي. شوب يتسوق، ولو قلنا شوب تسوق او متجر. سيل تخفيض او اوكازيون، ما هي سيل او بتساوي تخفيض او اوكازيون خصم وهكذا، يبقى ديسكاونت بتساوي هنا كلمة ايه؟ بتساوي كلمة سيل. برضو هو بيديك تنويه هنا، بيقولك ان الكيفو كاب دي هي اكثر كلمات مطلوبة، وبيقولك بقى ان الماستر اللي هي الكلمات اللي هتيجي ديت، يعني بيقولك مفروض انك تحفظها يعني، والجلاسري برضو عشان ايه يبقى عندك مفردات لغوية. الجلوسر في اخر الكتاب والماستر في الكتاب اللي بقى معاك اللي هو الملحق. تعال نشوف بقى الليسون 1 الكلمات اللي موجوده فيها. فبيقول لي كلمه مجله يعني مجازين، مجازين. بوستر ملصق اعلانات، بوستر. ويب سايت موقع الانترنت، ويب سايت. اوفن، اوفن. بايل طبعا ده فيرب ريجولر منتظم بجيب تصرفاته باضافه الاي دي. بايل، بايلد. كواليتي، كواليتي. خلي بالك كواليتي جوده، لكن لو انا قلت quantity الكمية، quality الجودة، ولكن الكمية quantity. normally عادي، normally عادي. city center shop متجر او محل او سوبر ماركت كبير وسط المدينة. city center shop، city center shop. leather industry اللي هي صناعة الجلود، leather industry صناعة الجلود.
delivery delivery free free item item useful useful price price fridge تلاجة fridge advertise advertise fresh وفي الاخر عندي كلمة compare يقال. طبعا فعل منتظم وده فعل منتظم. تعال نشوف كلمات listen to. بيقول لي customer زبون customer shop assistant shop assistant اللي هو العامل اللي بيساعد في المحل market market shopping center shopping center survey service تبيان او درجة بحثية وعمود او خانة column عمود او خانة column سمعت الرأس headphones headphones necklace اللي هو العقد او القلادة necklace latest الأحدث latest الأحدث table table Mediterranean Sea البحر الأبيض المتوسط Mediterranean Sea tourists سياح. بعد كده بيدخل لي في irregular verbs الأفعال غير منتظمة buy put put sell sold sold give give given tell told told come came come speak spoke spoken we understand understood understood. بيجي لي بعد كده تعريفات اللي هي للكلمات الكيفوكاب كافي ماشين المكنه بتاعه صنع القهوه ديت you can make a hot drink with this تقدر تعمل مشروبات سخنه with this بهذه المكنه كلمه كاتل قال لي you can boil water with this تقدر تغلي الميه فيها توستر you can make bread warm with this تقدر انك تخلي او تعمل bread warm عيش دافي with this بالمكان بالمحمصة دي microwave you can cook things quickly with this تقدر تطبخ الاشياء quickly بسرعة with this بيها. طيب collections بقى المتلازمات عندي الفعل have قال لي have discount يبقى دي حاجة عليها تخفيض have much homework لدي عنده واجب كتير we have money لديهم قوت. طب الفعل offer قال لي offer a deal يعني يعرض صفقة او يعمل اتفاق لو تيجي نعمل مع بعض ديل فاسمها offer a deal offer a deal يعرض صفقة أو اتفاق play music أو play sport يشغل موسيقى أو يمارس رياضة play music أو play a sport spend money ينفق نقود وقلنا لو spend جت مع طيب يقضي وقت spend money ينفق نقود الفعل جت بقول get the bus يستقل الأوتوبيس get the bus get the train يستقل القطار get the train get a drink يحصل على مشروب get a drink get a poster يحصل على ملصق get a poster ندخل بعد كده على listening in lesson 1 student book page 13 في صوت كده بيقول do you love music هل انت بتحب الموسيقى do you want the latest technology هل انت تعرف حاجة عن اخر او التكنولوجيا او احدث التكنولوجيا we have the best headphones احنا عندنا headphones دي سماعات الرأس now at Edu Wallet We are selling Zemin Red, which is our most popular. احنا بنبيعها في لونها الاحمر with each our most popular color وده اشهر لون ليها لونها احمر اهو. And also in black and white وبرضو عندنا ابيض في اسود. This week you can buy them at special price الاسبوع ده تقدر تشتريهم الاثنين او تشتري واحدة منهم at a special price بسعر خاص. If only الواحدة بس 1500 Egyptian pounds ب 1500 visit our shop today زور محلنا اليوم كمل معايا ده ايه ده مثلا سيلينج كده يعني عرض بيع على السماعة اللي هي الهيدفونز دي shop assistant مساعد في محل وي كاستمرز بيه زبون فالمساعد بيقول له هالو سير كان هيلب يو ممكن اساعدك فالكاستمر قال يس بليز اي ام لوكينج فور نيو تي في فور ماي ليفينج روم انا ببحث او عايز اشتري تي في تلفزيون for my living room لغرفة المعيشة فشوب اسيستنت بيقول له كينو بروبلم مفيش مشكلة you are lucky انت محظوظ we have lots of deals احنا عندنا deals اتفاقيات at the moment النهاردة for example على سبيل المثال both of these TVs have a big discount كل هذه التيفيز الشاشات او كل هذه التلفزيونات have a big discount عليها خصم رائع فاو ده خصم كبير فالزبون بيقوله great are these smart TV هل التيفيز اللي انتوا عاملين عليها دي smart فشوف اسيستر قال له no sorry لا للاسف neither of these ولا واحده منهم are smart TVs ولا واحده منهم smart عارفين يعني ايه smart يا شباب اللي الشاشه بتبقى رفيعه دي بتبقى بتقنيه السمارت تقنيه يعني ايه عاليه شويه عن التيفي العاديه
but this one of one over there is and that's also a special offer. في واحدة هنا هي special offer عليها عرض خاص. فالكاستمر بيقول له that one is a bit smaller than what I want. مفيش حاجة أصغر من كده شوية. I want what I want اللي أنا عاوزها. I want quite big one اللي أنت بتوريهاني دي صغيرة. أنا عايز بقى a quite a big one، عايز واحدة كبيرة. How much is the bigger one؟ كم سعر الكبيرة؟ شاشة كبيرة مثلا زي اللي قدامنا دي. شوف assistant قال له yeah that's a great TV، ده تلفزيون كويس. That's new in the shop، جاي جديد النهاردة أو جاي جديد في المحل. This week هذا الأسبوع. So it doesn't have a discount، عشان كده ما فيش عليه خصم. It's 8000 pounds، تكلفته 8000 جنيه. تمام كده، محادثة سهلة وبسيطة وعرفنا فيها مصطلحات جديدة. فالكاستمر بيقول that's a bit expensive for me، بس هتبقى غالية كده عشاني. Is that your best price؟ هل ده أفضل سعر عندكم؟ فقال له yes sorry but I am offering a deal today، أنا بعرض عليك ديل اتفاقية النهاردة. You can get easier a free speaker، ممكن تاخدها الشاشة دي وتاخد معاها free speakers اللي هي السماعات اللي احنا شايفينها في الصورة دي، هتبقى free مجانا. Or get a free films deal with this one، أو ممكن تاخد أفلام مجانية هدية مع الشاشة دي. فالكاستمر قال له oh well that's great because I need a new speaker، حاجة رائعة لأن أنا محتاج new speaker، سماعة جديدة. I think this one will look great، تبدو أنها رائعة. in my living room I will take، هاخد الشاشة دي بالسماعات بتاعتها. تعالى كده نشوف general notes، الملاحظات العامة. عندي كلمة sale لوحدها وكلمة on sale وكلمة for sale. كلمة سيل واحدة معناها اوكازيون، يعني بيع بضائع باسعار مخفضة. يعني لما اقول لك مثلا سيل واحدة معناها اوكازيون، سيل واحدة معناها اوكازيون. لما اقول لك there is a big sale now at DG home store، عندنا big sale، عندنا اهو اوكازيون كبير للدي جي هوم ستور. لكن كلمة on sale يعني تاخد preposition حرف الجر on، بضاعة، بس بضاعة معروضة للبيع بسعر مخفض. لما اقول لك smart TVs are on sale at the shop، you can buy them for lower prices، هقول لك مثلا ان smart TVs التلفزيونات السمارت نقول عليها شاشات يعني عليها سيل، يعني بضاعة معروضة للبيع بسعر مخفض في المحل ده، تقدر تشتري منهم lower prices باسعار اقل. لكن كلمة for sale للبيع، معروضة للبيع، ما فيش عليها occasionate ولا في عليها اي تخفيضات. لما اقول لك this house is for sale للبيع، his owner wants to sell it، المالك بتاعه او صاحبه عايز يبيعه. يبقى تاني كده على السريع، كلمة sale لوحدها معناها occasion، كلمة sale لوحدها معناها occasion باسعار مخفضة. كلمة on sale يبقى انا هجيب كده البضاعة، يعني هذكر كده البضاعة واقول لك البضاعة ديت on sale. تمام كده، يبقى سيل لوحدها اوكازيون، اوكازيون لحاجه معينه. لكن طالما قلت اون سيل جبت معاها بروبوزيشن حرف الجر اون، يبقى انا هقول لك هذكر بضاعه معينه واقول لك البضاعه ديت اون سيل عليها عرض. كلمه فور سيل بقى للبيع، مالناش دعوه لا بعروض ولا بتخفيضات، فور سيل للبيع. تمام، كانزل بقى معايا كده على كلمه ديل. قال لي ديل لو هي فيرب ولا هي ناون؟ لو هي فيرب يبقى يتعامل، لكن لو ناون تبقى صفقه واتفاقيه. شوف كده معايا بيقول لي ايه ديل. طيب هنقول هو فعل ايه؟ فعل irregular غير منتظم. ليه؟ لان تصريف التاني باضافه تي وتصريف التالت باضافه تي. لما اقول لك the book الكتاب deals with education، الكتاب ده بيتعامل مع التعليم او الكتاب ده اختصاصه تعليم. لكن كلمه ديل لوحدها كناون يا شباب بمعنى صفقه او بمعنى شراء حاجه بسعر منخفض، شراء حاجه عليها discount وهكذا. she got a good deal on her new house، خدت صفقة رائعة وصفقة جيدة في نيو هاوس، المنزل الجديد بتاعها. يبقى انا كده في النقطتين دول عرفت الفرق ما بين سيل وان سيل وفور سيل، وعرفت الفرق ما بين ديل كفيرب وديل ناو. بعد كده بيقولي تعالى نشوف الامبورتنت اكسبريشنز، التعبيرات والبربوزيشنز، تعبيرات وحروف الجر. start with معناها يبدا بي، start with. deal of the day صفقة اليوم، صفقة اليوم هتكون كذا، deal of the day. at the best prices بأفضل الأسعار، احنا عندنا هنا goods بضائع، at the best prices بأفضل الأسعار. things for the house معناها أدوات منزلية، things for the house أدوات منزلية. ask about يسأل عن، adverts from إعلانات من، adverts from. on a special offer في عرض خاص، things are the usual price أشياء بسعر المعتاد، things أشياء are the usual price بأسعارها المعتاد. wait for deals or discounts
خلينا بقى ننتظر العروض والتخفيضات. The difference between كذا and كذا، الاختلاف ما بين الشيء ده والشيء ده هيكون حاجة معينة. كمل كده معايا. Ask for information، اسأل لنا كده عن معلومات او هيطلب معلومات عن شيء معين. Give information، يقدم معلومات. يبقى اقدر اقول لك ان الكلمتين دول عكس بعض. الاولى انت محتاج المعلومات تعرفها، لكن التانية انت information عندك وانت اللي بتعرضها. يبقى ask for information يطلب معلومات، ولكن give information يقدم المعلومات. صفقة او تخفيض معناها deal او deal او discount on. يبقى deal واحدة او discount on دي معناها صفقة او تخفيض عن. Spend much money on معناها ينفق اموال كثيرة عن. Spend much money on. On the Mediterranean Sea معناها على البحر المتوسط. خلي بالك بتاخد حرف الجر ايه؟ On the Mediterranean Sea، البحر الابيض المتوسط. What type of، ايه النوع ده؟ What type of، ممكن type دي بتساوي كلمة kind، يعني ممكن مثلا ممكن اقول لك what kind of، ايه نوع ده؟ Choose to، يجي بعدها مصدر يختار ان. هقول لك مثلا I choose to buy، انا اخترت ان انا اشتري ايه؟ This shoes، الشوز ده. Look for، يبحث عن. انا فاكرين لما كان جاي عندك في listening text لما كان بيقول له I am looking for، انا ببحث عن ايه؟ عن شاشة كذا كذا للليفينج روم بتاعي. Tell about، يخبر عن. Tell about، يخبر عن. وعندي شوب اونلاين، اتسوق عبر الانترنت. We watch films from the internet، يشاهد افلام من الانترنت. Watch، يشاهد. Films، افلام. From the internet، خلي بالك من حرف الجر. بعد كده بيجيب لك بقى شوية جمل. طبعا انت تذاكر الاول، بتعمل stop هنا وتذاكر كل اللي فات الاول، تحفظ كلماتك وبعدين تيجي بقى تحل. ان شاء الله على ما تذاكر يكون الفيديو الحل نزل لك كلها 24 ساعه بالكتير. تعال نشوف السينونيمز والانتونيمز. نشوف السينونيمز. سينونيمز اند انتونيمز. سينونيمز يعني المترادفات، وانتونيمز المتضاد. يعني مثلا بير، سيل، يبيع، معناها ايه؟ ممكن يقول لك تريد، تاجر، وممكن يقول لك اكستشينج، يغير، هغير شيء بشيء، هغير اموال ببضائع. فسيل بتساوي اكستشينج بتساوي تريد. عكسهم ايه بقى؟ عكسهم باي، اشتري. يبقى اي سيل، انا ببيع، يبقى الحاجه انت معاك وبتبيعها. باي، تشتري، يبقى انت معاك الاموال وانت اللي هتشتري. انزل على اللي بعدها. كلمه تشيب يعني ايه؟ رخيص الثمن. عكسها او 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 معناها إيه؟ معناها يبقى ان اكسبنسيف، لكن عكسها اكسبنسيف. تعالى كده معايا بالراحه اقول لك تشيب معناها رخيص الثمن، حاجه رخيصه. بتساوي ايه بتساوي ان اكسبنسيف. طيب عكسهم كلمه اكسبنسيف، يبقى تشيب عكسها اكسبنسيف. ولو انا عايز اجيب كمان كلمه بتساوي تشيب، يبقى ان اكسبنسيف بجيب عكس الاكسبنسيف دي. كلمه فري، مجاني، يعني مش هدفع مال، يبقى اسمها unpaid، غير مدفوعه، او اسمها without money، بدون اموال. يبقى فري بتساوي unpaid، او بتساوي without money، بدون اموال. عكسها ايه بقى؟ عكسها paid، يعني ايه paid؟ مدفوع، حاجه بقى انا هدفع لها فلوس. ask، يسال او يطلب. يبقى المعنى بتاعها inquire، يستفسر. يبقى ask عكسها inquire، معناها ask معناها inquire، يستفسر. هيبقى عكسها give، يعطي ويرد، وعكسها reply، يرد. خلي بالك الفرق ما بين ask و inquire. ask ممكن يسأل ويطلب، برضو inquire برضو بقى معناها يسأل او يطلب او يستفسر. العكس بتاعه ما يكون give، يعطي، او reply، يرد. طيب بعد كده بقول عندي كلمة special. special يعني خاص ومتميز، بتساوي كلمة important، مهم، وبتساوي كلمة particular، على وجه الخصوص. يبقى تاني كده special بتساوي important بتساوي particular. العكس بتاع special ايه بقى يا شباب؟ هيبقى عكسها usual و common. تاني كده يبقى special حاجة خاصة وحاجة متميزة، عكسها ايه بقى؟ انك هتبقى usual، معتادة، و common، مشهورة و famous بالنسبة. طيب بعد كده بيقول لي انا بجيب لك البرفكس والسفكسس. البرفكس الحاجة اللي بتتحط في بداية الجملة، يعني البرفكس حاجة بتتحط في بداية الجملة، سفكس في نهاية الايه؟ الجملة. تعال نشوف كده. عندي مقطع زي مقطع فول، قال لي ده بيحول الفعل لصفة. يعني انت عندك الفعل يوز، يستخدم. لما اقول لك يوز فول على بعضها بإضافة فول يبقى مفيد. طب انت عندك ايه؟ ار، بيحول الفعل لاسم، فاكرين؟ يعني مثلا السبيك، اتحدث، يبقى سبيكر. توست، يحمص، يبقى توستر. تمام كده. مايكرو، قال لي بتعطي معنى صغير. عندي مثلا ويف يعني فور، فمايكرويف يبقى مايكرويف، فرن صغير. عندي باص اوتوبيس، فمايكروباص يبقى باص او عربيه مصغره من الباص. طيب اير بتاعتي العكس، يعني مثلا هقول لك ريجولار، منتظم، ده فعل منتظم، يبقى عكسها ريجولار، فعل غير منتظم. يبقى اير بتدي لك عكس الايه؟ عكس الكلام. الحاجات دي مهمه والله، يعني عايزك تذاكرها. هيديك بقى ايه؟ شويه جمل، خمس جمل هما. تعالى الاكسرسايز اللي احنا اخدناه.
بيجي هنا بيقول لي تذكر بقى واتس ان ادجكتيف، هيبدا بقى يكلمك عن الصفه. عايز اقول لك ان الفيديو ده هيكون طويل شويه. واتس ان ادجكتيفز، ايه هي الصفات؟ واتس ان ادجكتيفز، ما هي الصفه؟ عايزين نقول ان الصفه دي كلمه بتصف الاسم، and precedes it or it follows verb to be. معنى ايه الكلام ده؟ الصفه هي من تصف الاسم، الصفه هي اللي بتصف الاسم وتسبقه، يعني تسبقه بتيجي قبل او بتيجي بعد الايه، بتيجي بعد الفيرب تو بي. اديني مثالين كده يا مس عشان ابقى فاهم. لما اقول لك it is a small cat، ده دي قطه صغيره، فين الاسم هنا؟ الكات، القطه. فين الصفه؟ small، صغيره. يبقى الصفه هنا جت وصفت مين؟ وصفت الاسم اللي هي كات. انزل على اللي بعدها، this bag، الشنطه دي is big، بتكون كبيره. طب جت بعد ايه؟ جت بعد الفيرب تو بي. يبقى انت تحفظها كده، الصفه لها وضعين، قبل الاسم وتصفه، بعد الفيرب تو بي. تاني كده، قبل الاسم وتصفه، بعد الفيرب تو بي. دي مين؟ دي الصفه. طب تعالى نشوف comparative adjectives لما احب ان انا اقارن ما بين حاجتين. قال لي والله لو الصفه دي صفه قصيره short adjectives، انت بتعمل ايه؟ بنضيف er than الصفه، er than الصفه، er than اهي الصفه، er than. يعني ايه صفه قصيره يا مس؟ يعني الصفة دي مكونة من مقطع واحد. برضو يعني ايه مقطع واحد؟ يعني لما اقول لك fast، انت كده مفروض انك تعرف ان الصفة دي مقطع واحد. big، sad، happy. طب ازاي يا ميس ابقى عارف ان الصفة دي صفة قصيرة وصفة طويلة؟ تعالى كده انا هقرأ لك صفة قصيرة وهقرأ لك صفة طويلة، وانت حدد وانت لوحدك اللي هتعرف. مش طويلة ان هي تبقى كتيرة في الكلمة، ما انت عندك happy هي كم حرف؟ 5 حروف، ومع ذلك هي مقطع واحد. تعالى كده، fast، big، sad، happy، دي كلها ايه؟ نطق مقطع واحد. تعال اوريك الاكتر من مقطع. لما نيجي نقرا كلمه زي interesting بقراها ازاي؟ تعال اقسمها كده لمقاطع، interesting، interesting كم مقطع؟ 3 مقاطع. طب تعال على fantastic، fantastic كم مقطع؟ 3 مقاطع. طب beautiful، beautiful كم مقطع؟ 3. طب then جرس كم مقطع؟ برضو 3. يبقى الصفات الاكتر من مقطع بنسميها صفات طويلة. طب في فرق ما بين الصفة القصيرة في المقارنة والصفة الطويلة في المقارنة؟ تعالى مع بعض وانا هوضحها. لما تيجي تقارن في صفة قصيرة، انت بقولك كل اللي عليك انك هتعمله الصفة تضيف لها ER وبعد كده تحط كلمة than. يعني مثلا عندك صفة قصيرة زي fast، فتبقى faster than، old تبقى older than. طيب في حالة ان الصفة دي تبقى منتهية بحرف الاي زي الصفة لارج او الصفة كلوز، لارج يعني كبير وكلوز يعني قريب او صديق او يعني، فهي الصفة منتهية بحرف الاي يا مس، ارجع احط كمان اي ار وزن؟ لا، لو هي الصفة منتهية بحرف الاي فانت تضع ار فقط، فتبقى لارج لارجر زان، كلوز كلوزر زان، يبقى الصفة منتهية بحرف الاي فبالتالي انا احط ار بس. يضاف الحرف الساكن الاخير اذا كان مسبوق بصوت متحرك قصير ثم يضاف اي ار للنهايه. يعني مثلا عندك big فاقول لك bigger، عندك thin هقول لك thinner، عندك hot هقول لك hotter، عندك fit هقول لك fitter. انت عملت ايه يا مس؟ انا دلوقتي قلت لك ان الصفه منتهيه بحرف ساكن، بس قبل الساكن ده متحرك. ايه هما المتحركات؟ الاي والاي والاي والاو واليو. لو الساكن الاخير ده قبله حرف متحرك من الخمسة اللي انا قلتها لك، انت كده دايركت على طول هتروح تضعف للحرف الاخير اللي هو الحرف الساكن. بقت big، بقت bigger، thin، thinner، hot، hotter، fit، fitter، وهكذا. الصفة المنتهية بحرف الواي ومسبوقة بحرف ساكن، يعني مثلا صفة زي easy، زي happy، زي lazy، زي healthy، دي كلها صفات. الصفات دي منتهية بحرف الايه؟ بحرف الواي. طيب قبل حرف الواي ده ايه؟ ركز معايا قوي، قبل حرف الواي ده ايه؟ حرف ساكن. والله لو الصفة منتهية بحرف واي وقبل الواي ده حرف ساكن، انت اوتوماتيك تروح تشيل الواي دي وتحط اي اي ار، فايزي تبقى ايزير، هابي تبقى هابير، ليزي تبقى ليزير، هيلثي تبقى هيلثير. تمام؟ يبقى لو الصفة منتهية بحرف الواي وقبل الحرف الواي ده حرف ساكن، شيل حرف الواي ونحط اي اي ار. يبقى انا كده خدت 4 ملحوظات على المقارنه في الصفات الايه؟ في الصفات القصيره.
تعالى كده بقى ارجعك على الصفات الطويلة اللي احنا قلنا interesting, fantastic, beautiful, dangerous وهكذا. صفة ايه اكتر من مقطع. لما اجي احطها يا مس في صيغة المقارنة هقول لك انت عندك حاجتين, والله احنا هنشوف الصفة دي لو فيما معناها ان الصفة دي اكتر فهتقول more والصفة زان, لو فيما معناها ان الصفة اقل فهقول less والصفة زان. يعني مثلا لو عايز اقول ان البنت دي اكثر جمالا فهقول more beautiful than اختها, لو البنت دي اقل جمالا, لو البنت دي اقل جمالا فانا هقول less beautiful than والاسم اللي بعده. طب تعالي اديني مثال عشان ايه اوضحك. لو قلت لك ان الكاتلز والكمبيوترز, لو قلنا ان الكاتلز اللي هي الغلايات more are more expensive than computers, اغلى من الكمبيوترز, يبقى انا كده جبت هنا صفه طويله المقطع, جبت قبلها مور وزاد, بس خلي بالك مور يبقى هي يعني اكثر لكن لسه تبقى اقل. المثال اللي بعده, لو قلت لك ان ريدنج القراءه is more interesting than video games, ان القراءه ديت يعني مفيده او افيد من انك تلعب فيديو جيمز. تمام, فبالتالي قلنا لو الصفه اكتر فانا هقول مور والصفه زين, لو الصفه اقل فانا هقول لث والصفه وزين. ده كل اللي موجود في الصفات الطويلة. في بس الصفات القصيرة هي اللي عندي بيبقى فيها عندي ملاحظات كتيرة شوية ناخد بالنا منها, وكل الحكاية لو انت تمرنت كتير على الصفات دي وحل عليها هتبقى بالنسبة لك سهلة, ما فيش فيها اي صعوبة. تعال نشوف بقى السوبرلاتيف ادجكتيفز, المقارنة بين اكتر من شيء اللي احنا بنقول عليها صيغة التفضيل. برضو نفس النظام عندي, اما تكون صفة قصيرة يا اما تكون صفة طويلة. خد بالك معايا بقى, لو هي صفة قصيرة فبالتالي انت بتعمل ذا وبتجيب الصفة تحط لها اي اس تي, يعني فاست تبقى ذا فاستس, اولد ذا اولدست, يبقى صفة ذا صفة واي اس تي. كمل معايا, بيقول لك لو الصفة منتهية بحرف الاي فانت تروح تحط اس تي على طول. برضو في المقارنة هناك لما كانت الصفة منتهية بحرف الاي انا حطيت ار فقط, ففي التفضيل لو الصفة محطوط فيها او الصفة اخرها اي انت هتحط اس تي فقط. تمام كده, برضو تحط اس تي فقط. فلارج بقت ذا لارجست, كلوز بقت ذا كلوزست. الملحوظه رقم 3 معايا, لو الصفه منتهيه بحرف كونسونانت حرف ساكن وقبل الكونسونانت حرف فاول اللي هو الاي اي اي او يو, ايه اللي يحصل؟ اوتوماتيك بنروح نضاعف حرف الجي ونضيف اي اس تي, يعني بيج بقت ذا بيجست, ثين ذا ثينست, هوت ذا هوتست, وفت ذا فتست. تمام كده, ملحوظه رقم 3. الملحوظه رقم 4 نفس الكلام, لو الصفه منتهيه بحرف واي وقبل حرف الواي ده بيسبقه حرف ساكن زي اي حروف الساكن ما عدا الخمسه المتحركين, ايه اللي بيحصل لحرف الواي؟ بروح احوله لاي وبعد كده بضيف اي اس تي. في كان طالب قال لي يا مس ما انت عندك الاي متحرك والاي متحرك ينفع نجيبهم ورا بعض؟ خلي بالك ان الاي ديت مش في اصل الكلمه ولكن محوله, فايزي تبقى ذا ايزيست, هابي ذا هابيست, ليزي ذا ليزيست, هيلثي ذا هيلثيست. المثال بيقول ان ذا بازل از ذا ايزيست وان, ان المثال ده او اللغز ده اسهل واحد. طيب تعال نشوف الصفات بقى الاكتر من مقطع بنعمل فيها ايه. قال لي والله لو الصفه اكثر فبقول ذا موست واحط الصفه, يعني لو البنت دي اكثر جمالا هقول ذا موست بيوتيفول ان ذا كلاس, لو البنت دي اقل جمالا بقول the least beautiful. خلي بالك بقى, يبقى اكثر the most, اقل the least. المثال بيقول لي هنا لو اخطر the most dangerous, لو اقل خطورة يبقى the least dangerous. المثال بيقول لي هنا the most useful thing in the kitchen is the fridge, اكتر حاجة مفيدة ولها اهمية في المطبخ هي التلاجة. which item is the most expensive, ايه اي عنصر من ده او اي حاجة من دي هتبقى most expensive, غالية. المثال اللي بعده, visiting Luxor, انك تزور الاقصر is the most exciting idea for me, هي اكثر فكرة شيقة بالنسبة لي. خلي بالك في الاخصر the most وفي الاقل the least. بيقول لي بقى طبعا احنا عارفين في الانجليش بتاعنا بيبقى يحب انه يتقل علينا شوية, فالكل قاعدة الشواذ بتاعتها, فاحنا خلاص خدنا القاعده وتمام والطلبه فهمت. يقول لك تعال بقى هاخدك كده ريجولار كومباراتيف اند سوبرليتيف فورمز, صيغ مقارنه وتفضيل بس غير منتظمه, يعني كل اللي انت قلته فات ده ما يمشيش عليها ولكن هي عايزه لها يبقى شكل واحد.
سهلين وبساط وهيبقوا سهلين بالنسبة لك لو انت بس قعدت كده بروقان كده وذاكرتهم كويس. هما كام صفة؟ هما حوالي من 6 صفات مش اكتر. يعني عندي الصفة اللي هي سيء باد وعكسها جود جيد. فباد لو انا عايزة اجيب بالكمباراتيف الاقارن ما بين شخصين او ما بين شيئين او ما بين فعلين فاقول worth than. worth than لو انا الاسوأ واحد ومجموعة يبقى the worst. far يعني بعيد. فلو انا عايزة اجيب كمباراتيف مقارنة واقول ان المدرسة بتاعت احمد ابعد من المدرسة بتاعت كريم فنقول farther than او farther than. لكن بنقول الابعد لو هي في السوبرلاتيف the farthest. the farthest لو انا قلت جيد بمعنى good طب انا عايز اقول افضل يبقى better than. طب انا عايز اقول الافضل يبقى the best. كلمة late متأخر يبقى later than اكثر تأخيرا ولater than الاقل او الاخير او التاني. the latest الاكثر تأخيرا وthe last الاخير. لو انا عايز اقول كلمة little يبقى late than او the least. لو انا عايز اقول mini او much واحدة للعدد والتانية للكمية يبقى اكثر من more than والاكثر the most. الجزئية دي تذاكرها كويس جدا واستقضي مرة واثنين وثلاثة لحد ما لحد ما تثبت في دماغك. طيب عايز اقولك ان هي ملهاش قاعدة عامة، هي بس مجرد ممارسة. تمام، تمارسها شوية اكتر فبالتالي هتثبت في دماغك اكتر. بيقولك stop here بقى هيديك يبدأ يديك كده هيديك 3 جمل وهو حللهم، يعني بيديك 3 جمل وبيديك الحل وبيديك التعليل وبعد كده هو بقى ينزلك انت تحل لوحدك. كل اللي فات ده بقى انت تحله كده، تذاكر زي الباشا وتحلهم. تمام، وهنبدأ نراجع مع بعض، او بعد انت ما تذاكر وتحل انا هنزل لك فيديو الحل ونبدأ نناقش الاسئلة تاني مع بعض. تعال بقى هيديك ملاحظتين ثلاثة كده على السريع بتاع 5 دقايق كده. عارفين ان كلمة both و either و neither و none، عارفة ان معظم اللي بيسمعني او بيشوفني الوقت عارفهم والمعظم التاني بيتلبخ فيهم وفي ناس ما تعرفهمش خالص. فكلمة both معناها كلا او كلتا او كلا من، يعني كلمة both يبقى الحاجتين دول معانا عادة للتحدث عن شخصين او شيئين او صفتين او فعلين. يبقى هيتكلم عن شخصين يعني شيء يعني صفة يعني فعل، المهم ان هما الاثنين. ده معناها لتعطي معنى هذا الشيء والشيء الاخر، يعني الاثنين معانا. ركز كده اكتبها جنبها في كتابك كده عندك كده، اكتب ان الاثنين معانا يبقى both and or both of. تعال كده شوف المثال، كلمة both and او كلمة both of المثال هيوضح لك. لما اقول لك both the laptop and، خلي بالك اهو ادي كلمة both وادي كلمة and. both the laptop and the microwave ده معناه ان اللابتوب والمايكرويف الحاجتين الاثنين معانا are in the sale في الخصم. كده انت فهمت؟ انزل على المثال اللي بعد، both of the sisters are good at maths. عايز اقول لك ان كلتا الاختيين دول شاطرين في الماسس في الرياضيات. يبقى انا عندي كلمة both of اهي معناها ان الاثنين معانا. she is both هي بتبقى كل من polite مؤدبة and beautiful وجميلة. يبقى كلمة both or both and يبقى كده الصفتين معانا. يبقى أول حاجة قلنا شيئين، تاني حاجة جبنا شخصين، تالت حاجة جبنا صفتين. يبقى كلمة both and أو both of معناها كلا أو كلتا أو كل من. ما تركزش أو في العربي قد ما أنا عايزك تبقى عارف حاجة واحدة، إن both of أو both and يبقى الاثنين معانا. يمكن أن تستخدم both كضمير أو كصفة. يعني إيه ضمير؟ هيجي مثلا في آخر الجملة ضمير. يعني إيه صفة؟ صفة هتصف الاسم اللي جاي بعده. فالمثال بيقول لي we don't have enough money for both، إحنا معناش فلوس تكفي الحاجتين دول. يبقى both معناها شيئين أو حاجتين. both bags كلا الشنطتين، أدي الصفة هي توجد وصف الاسم بعدها، كلا الشنطتين دول have flowers on them، فيهم flowers زهور on them جواه. يبقى أول حاجة بوس هتيجي كصفة او كضمير. يأتي بعد both of، لو انا جبت both of بقى قال لي ممكن يجي بعدها اسم جمع احفظ معاي او يجي بعدها ضمير مفعول او ضمير اشارة. يبقى تاني كده both of هيجي بعدها ايه؟ يا اسم جمع يا ضمير مفعول يا ضمير اشارة. اسم جمع زي قلت ويندوز، زي قلت مثلا sisters brothers fathers cars، المهم يجي بعدها اسم جمع. او خلي بالك من الاثنين اللي جايين دول، ضمير مفعول، ضمير مفعول جمع. مين هما الضمير المفعول جمع؟ قال لي 3 بس، يو واس وزم. طب ضمير اشاره برضو جمع، اللي هما مين؟ زيس وزوس. تعالى اديني مثال يا مس. لما اقول لك اي لايك بوث اوف، انا بحب كل من both of them،
بحب كلهم او كل منهم. يبقى both of جه بعدها ضمير مفعول ايه؟ جمع. انزل على اللي بعدها both of those. those ايه؟ ضمير اشاره. جمع على مفرد؟ جمع. يبقى both of those windows are broken. كل من الشباكين اتكسروا. خلي بالك ان احنا عندنا في الانجليزي يا مفرد يا جمع، مفيش عندنا مسنده خالص. واحد يبقى مفرد، اكتر من واحد يبقى جمع. فخلي بالك طالما both بيبقى الاثنين معانا، يبقى كده both هيجي بعدها او both of هيجي بعدها اسم جمع ضمير مفعول بس طبعا جمع، ضمير اشاره بس طبعا جمع. اخر ملحوظه معايا، بيقول يمكن ان تستخدم ضمير الجمع قبل both، ضمير جمع قبل both. طيب لما اقول لك we should choose something that we both like، المفروض ان احنا نختار شيء احنا الاثنين بنحبه، يبقى جه قبلها وي هو ضمير فاعل بس الضمير ايه؟ جمع. ليه؟ لان بوز معناها كلا او كلتا او كل من، وبوز دي معناها ان الحاجتين معايا، الشيئين معايا، الصفتين معايا، الفعلين معايا، يبقى الاثنين ايه؟ معايا. كده انا خلصت ايه؟ خلصت بوز وبوز اوف. ندخل على رقم 2، بيقول لي ايزر اور. ايزر اور، ايزر اور اما او، ده معنى ايه؟ معنى إيه؟ انك هتاخد الشيء ده او الاخر. يبقى افهم من كده ان واحد بس اللي ايه؟ اللي معايا، هاخد واحد بس. اديني مثال كده يا مس. You can ask either اماني or رضا زي both are free now. تقدر تسأل يا اما اماني يا اما رضا، ده معنى ان انا هسأل ايه؟ هسأل ايه؟ هسأل واحد منهم بس. يبقى دي ايه؟ يبقى ديت شخصية. طب تعالى نشوف شيئين. قالك you can get either a free speaker or a free fan. خدناه في النص، في النص دلوقتي من من ربع ساعة كده. يا اما انت هتاخد او تحصل على يا اما الفري سبيكر يا اما الفري فيل. يبقى انا كده ايه؟ هديك حاجه من اتنين. ادي شيئين. المثال اللي بعده، on Saturday في يوم السبت هاني either visits his cousins or goes shopping with his mother. الواد اهاني يا اما هيزور ولاد عمه يا اما هيروح الشوبينج مع والد his mother، مامته او امه. ده معناه ان الواد هاني هيعمل حاجه واحده بس، اما او واحده بس، شيء او اخر واحد بس. he is either sleepy or thick. هو حاجة من اتنين، يا اما نايم يا اما تعبان، طالما ما بيردش علينا يبقى كده انا قارنت ما بين ايه او اتكلمت ما بين صفتين. يبقى either or اما او، هاخد هذا الشيء او الاخر، لكن both و both of هاخدهم الاتنين. ركز معايا بقى، تعال ندي الملاحظات اللي احنا اخدناها فوق مع both of ناخدها مع ميسر. قال لي either of وليس either، either of وليس either تستخدم قبل ضمائر المفعول الجمع او ضمائر اشاره برضو ايه؟ جمع. يعني ايه؟ خلي بالك ان لازم يكون طالما هتجيب ضمير مفعول او اسم اشاره ويبقوا جمع، يبقى لازم يكون موجود الايذر ديت بايه؟ بحرف جر. فالمثال بيقول لي do either of you go shopping every day. هل انت يا اما هتروح الشوبينج، do either of you go shopping every day، هل انت هتروح الشوبينج كل يوم. either of these films are fine، واحد من الافلام ديت هيكون فاين، جميل. يبقى كلمه either of هي اللي هيجي بعدها الايه؟ يا اما ضمير مفعول جمع يا اما ضمير اشاره جمع. المثال اللي بعده بيقول لي عندما تستخدم either or لربط فاعلين فان الفعل يكون ايه؟ الفعل بيكون مفرد او جمع حسب الفعل التاني. حسب ايه؟ الفعل التاني. either or، either or عمر، either عمر or his sisters. خلي بالك من دي قوي، دي مهمة جدا، خلي بالك منها. either عمر or his sisters، شوف الفعل ايه؟ have. ليه في have؟ لان انا جبت الفعل حسب ايه؟ حسب الفاعل التاني. تاني كده، جبت الفعل حسب الفاعل التاني. يعني قلت لك either عمر، لا عمر، or his sisters ولا اخواته، have my book، معهم الكتاب بتاعي، ان هم البنات يعني. يبقى انا جبت الفعل التاني حسب ايه؟ حسب الفعل، حسب الفاعل التاني. الفاعل التاني هو اللي حدد لي الفعل. طيب لو كانت سيستر بس كنت حطيت هاز، يبقى الفعل ده بيجي حسب الايه؟ الفعل التاني. either my sisters ولا اخواتي، or my brother ولا اخويا، is. جبنا is هنا ليه؟ لان الفاعل التاني عندي هنا يا مس مفرد، فبالتالي انا اخدت is. going to have a dog. يبقى either or بنستخدمها لربط فاعلين بان الفعل يكون مفرد او جمع، الفعل ده مفرد ولا جمع على حسب مين؟ الفاعل التاني. قال هنا his sisters جمع، بالتالي خدت have. قال هنا my brother مفرد، بالتالي خدت is. كده انا اكون خلصت ايه؟ خلصت either or.
ندخل على نايزر نور. نايزر نور ولا ده ولا ده، هتاخد احمد ولا هاني؟ لا احمد ولا هاني، مش واخد حد معايا. يبقى نايزر نور معناها ولا ولا. قلنا مراجعه كده سريعه، ركز معايا، فوق بوز وبوز اوف هاخدهم الاثنين، ايزر اور هاخد واحد منهم، نايزر نور مش واخد حد خالص. انزل بقى معايا، تستخدم لفين؟ للنفي. فنايزر دارين نور ملك سبيك فرنش، ده معناه ان البت لا دارين ولا ملك بيتكلموا فرنسي، مفيش حد عندنا بيتكلم فرنسي. كمل معايا، زيز شوب المحل اللي احنا دخلناه ده يا ابني از نايزر انترستنج، لا شيق نور تشيب ولا رخيص، يعني محل غالي على الفاضي. يبقى المحل ده لا هو شيق ولا هو ايه ولا هو تشيب رخيص. You can neither smoke or nor eat in this coffee أو in this office. ما ينفعش انك لا تدخن ولا تاكل في المكتب. يبقى انا كده نفيت ايه؟ نفيت الفعلي. هيديني ملاحظات على نط انا neither of، برضو هيجي بعدها ضمير مفعول جمع وبعد ضمير اشارة ايه؟ جمع. يبقى خلي بالك بتيجي مع مين؟ مع neither او either او both، بس يكون فيها of، حرف الجر of. neither of، خلي بالك من اوف دي، نايزر اوف زم، زم ايه ده؟ ايه ده؟ ضمير مفعول جمع. طب نايزر اوف زوز، زوز دي ايه؟ ده ضمير اشاره جمع. يبقى خلي بالك التلاتة يجي معاهم ضمير مفعول جمع او ضمير اشاره جمع، بس ايه؟ يكون معاها حرف الجر اوف. الملحوظه اللي بعدها، لما تيجي تستخدم نايزر نور لربط فاعلين فان الفعل يكون مفرد او جمع حسب برضو الفعل المين، حسب الفاعل التاني. يعني نايزر ماي ماذر، لا امي، نور ماي سيستر، ولا اختي از. جبنا هنا از بناء عن ايه؟ بناء عن ماي سيستر. طيب ماي بيرانتس اهي، نايزر ماي براذر نور ماي بيرانتس، دي عملت فيها ايه؟ ده فاعل جمع اهو، فبالتالي خدت الفعل ايه؟ خدت الفعل ار. يبقى دي كده خلصت ايه؟ خلصت نايزر نور. اخر حاجه معايا اسمها نون اوف. نون اوف تعني لا احد او لا شيء، ويمكن ان اتبعها اسم جمع او ضمير مفعول جمع او صفه اشاره جمع. مش فيها اوف، اه حط بعدها اي حاجه جمع، يا ضمير مفعول جمع يا صفه اشاره جمع. نون اوف اس، ولا واحد مننا وانتو تو باي ذيس فونز، عايز اشتري التليفون ده. نون اوف ذم ورك، ولا واحد منهم شغال. نون اوف ماي فريندز، ولا واحد من اصدقائي جو شوبينج افري داي، بيروح الشوبينج كل يوم. يبقى نون اوف معناها ايه؟ لا احد ولا شيء، برضو تستخدم في النفي. يبقى انا خدت اربع حاجات مهمين النهارده، ده بلس الصفه. معلش الحلقه مطوله شويه، بس للامانه العلميه كان لازم نناقش كل جزئيه موجوده في الدرسين دول. قلنا يا شباب ايه؟ قلنا ان احنا خدنا بوس وبوس اوف، خدنا ايزر اور، وخدنا نايزر نور، وخدنا نون اوف. كده اقول لك ان اقدر اقول لك ان الدرس خلاص انتهى بامان. حاول بقى ان انت تذاكر، تذاكر كويس جدا، تحل كل الاسئله دي باذن الله. على بكره هنناقش الاسئله ونشوف سكيل كورنر معانا ونحل جنرال اكسرسايز، ويبقى كده انا خلصت ايه؟ خلصت اول درسين في الوحده الثانيه. بتمنى لكم عام موفق باذن الله، دمتم بخير. كانت معكم ميس هند ربيع على قناه شويه انجليزي. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.